الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، أهلا بكم. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حرص الحكومة على تطوير القطاع الزراعي وتنمية الاستثمارات الزراعية وصولا لتحقيق الأمن الغذائي في مصر. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر استراتيجية التنمية المستدامة الفرص الاستثمارية الزراعية الذي عقد بالقاهرة بحضور 24 سفيرا آسيويا. تحقيق معدلات مرتفعة للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية هو أحد أهم التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة القادمة، إذ لم يكن أصعبها. بهذا الفهم دعت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 24 سفيرا آسيويا لمناقشة رؤية الاستثمار الزراعي. أبو حديد خلال اللقاء أكد أن وزارته حريصة على تعظيم إنتاجية الوحدة من الأراضي والمياه، وكذلك تستهدف تحسين معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر في مصر. الفكرة منها هي عرض استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة وفرص الاستثمار الموجودة، التميز الإقليمي للمحافظات المختلفة في مصر، إمكانيات الفرص الاستثمارية في كل محافظة وفقا للظروف الطبيعية والجغرافية والبشرية وأنواع المحاصيل اللي موجودة والبنية الأساسية اللي موجودة. فرصة طبعا عظيمة أن احنا بنعمل تجمع لمجموعة الدول الآسيوية، بيعتبر كل سفير في دولة هياخد المعلومات اللي احنا هنقولها له والمقترحات اللي احنا بنقولها له وبنطرحها عليه، فبالتالي بينقلها لدولته. يعني احنا بنعمل انتشار سريع في فترة محدودة زمنية محدودة لعدد ضخم من الدول الآسيوية الصديقة لمصر والمتعاملة مع مصر. السفير الصيني أكد ضرورة تحقيق الأمن الغذائي لجميع الدول، خاصة تلك التي تواجه تعدادا سكانيا كبيرا ومحدودية في مساحة الأراضي الزراعية كالصين ومصر. الأمن الغذائي ضرورة لجميع الدول، خاصة تلك التي تواجه تعدادا سكانيا كبيرا ومحدودية في مساحة الأراضي الزراعية مثل الصين ومصر، ويمكننا بذل مزيدا من الجهد المشترك لمكافحة ومنع التصحر، بالإضافة إلى التعاون في مجال إنشاء الصوامع لتخزين مزيدا من الحبوب وتقليل الفاقد من المحصول. تطوير مثلا نظم الري، استخدام الطاقة الجديدة زي الطاقة الشمسية، كل ده احنا بنعرض انهم يقدموا قلنا هذه الفرص للتعاون معنا في هذه المجالات الحديثة واللي هم متميزين فيها الحقيقة. يأتي مؤتمر استراتيجية تنمية الزراعية المستدامة وفرص الاستثمار في مصر لتحقيق تنمية زراعية حقيقية، وأيضا التحرك نحو إدخال تقنيات حديثة للزراعة وتنمية وتحديث القطاع الزراعي لمواكبة الأوضاع العالمية الجديدة ومنافسة السلع المماثلة في السوقين المحلي والعالمي. سيد زيد، التلفزيون المصري.